انا صح عايز اتجوز واحنا مش عارفين. هي رافضه، هي رافضه الرئيسين. السبب الرئيسي ان هو كان عاوز يتجوزها ويروح حضرتك. يا اختي احنا رفضنا يا اختي. ايه اللي حصل قدام جامعة المنصورة؟ شهدت محافظة الدقهلية اليوم جريمة بشعة، وهي قيام طالب يدعى اسمه محمد بذبح وقتل طالبة اسمها نيرة. ايه شهود عيان اللي قالوا ان كان في طالب بيتكلم مع طالبة وفجأة طلع سكين وقام بطعن الفتاة عدة طعنات، وعندما سقطت على الأرض قام بذبحها. وعلى الفور تدخل المارة بإلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه طالب بكلية الآداب وهو زميل للطالبة التي انهال عليها بالضرب. كان والد الطالبة نيرة قد أكد المتهم، بقاله سنتين بيضايق في البنت وكان بيحبها جدا، وقال الوالد برضو انهم عملوا اكتر من محضر في مباحث الانترنت ومحضر اخر في الاسم ضد الطالب او ضد المتهم بقتل نيرة. وقالت برضو جدة الطالبة انه تقدم لها كذا مرة ورفضوه وكان بيضايقها طول الوقت. امر السيد المستشار النائب العام بمباشرة التحقيقات العاجلة في واقعة مقتل الطالبة نيرة امام جامعة المنصورة وسرعة انجازه واستجواب المتهم والتصرف فيه قانونيا. واكدت النيابة انها تلقت اليوم الاثنين الموافق 20 من شهر يونيو اخطارا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين امام بوابة الجامعة. كما انتقلت النيابة الى مسرح الجريمة وضبط التسجيلات آلات المراقبة المحيطة التي سجلت الواقع وتبينت اثار دماء المجني عليها بالمكان. انتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليها فتبين ما بها من اصابات بالعنق والصدر ومناطق اخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من افراد الامن الاداري بالجامعة من شهود الواقع الذين اكدت تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين